حضرتك اتكلمنا على العلاج يا دكتور دلوقتي، هل فعلا بيشفي المرض تماما؟ تماما، ويمكن ده من اول علاج لفيروس يتم فيه الشفاء تماما، مش يسيب فيه بقيه او مستخبي في الجسم او حينشر تاني، مفيش الكلام ده خالص، يتم الشفاء. ما حصلتش حتى تماماً في الانفلونزا، ما فيش في اي حاجه، ما عندناش دواء اصلا للانفلونزا. هو ده طبعا بسبب، مش عشان العلاج ساحر، طبعا علاج ساحر، بس كمان علشان دوره الفيروس نفسه تسمح ان لما نقضي عليه ما يرجعش تاني. الحمد لله. يعني عكس مثلا فيروس بي نقول معقر كده، هو فيروس بي له تطعيم لكن ملوش علاج لغايه النهارده، له علاج بس يخليه خامل، لكن ما فيش علاج يخرجه من الجسم، لكن العلاج الفيروس سي الحالي بيخرجه من الجسم فعلا ويقضي عليه تماما، مش ان هو بينيمه يعني. الحمد لله.